الكلام بالهاتف بين المخطوبة ما في أي كلام يا أخواننا. شوف المخطوبة دي زي وزي البنات اللي في الشارع التانيات ديلك، ما عندك أي رابط معها، عندك رابط بيحلل لك كلام ما في. قال العلماء إلا إذا كان لضرورة ترتيب أمر الزواج، وفي أمور ما ممكن تناقش إلا معاه، لكن الحياة التانية ديك الصيوان يعملوا كيف ونايم ما تمشي تدق لها والصيوان نجيب كم كرسي، انت ما عندك موضوع ولا شنو؟ تقول ده تتونى الساي صيوان ده مدق لأخوه هناك بشنب ذاك، دق له ولا الصيوان نركبه في راسك ولا في الواطة بطريقتك بعد ذاك. لكن ما ممكن تتكلم مع البنت تقول لها الصيوان وده نعمله في الريفيرا ولا في الفجيرة، فجيرة بتاع شنو يا أخونا؟ ده الشيء ما يمكن يقال إلا ليه، يعني أشياء خاصة جدا ما ممكن تقول إلا ليه، ممكن بعد ذلك تتصل عليه وبقدر يعني. لكن أما كلام ونسى أهو ولا عملت شنو، اتغديته بخدرة ولا نمت، يا أخ مالك مال أنت، أنت ما عندك أي رابط بيه.